بيؤمن بالمخاطرة، فاستقال من إكسون موبيل وأغلق شركته الخاصة ليأسس شركة من الصفر بلغ حجم الاستثمار بها اليوم 50 مليون دولار. إيهاب فكري المصري المؤسس المشارك لمنصة ألمنتر، المنصة الأكبر عربياً في صناعة التعليم المستمر عن بعد. بدأ فكري رحلته المهنية من الجامعة كموسيقي، إلا أنه شغفه بالبزنس قاده للتحول لأعمال الإنتاج. بعد تخرجه من الجامعة قرر فكري التركيز على تطوير مسيرته في البزنس ليلتحق بشركة PwC العالمية. بعدها عمل في مجال الاستشارات لينضم لشركة إكسون موبيل، فيما بعد أسس شركة للاستشارات، وخلال هاي الفترة ألهمته صفقة استحواذ لينكدين على lynda.com بقيمة 1.5 مليار دولار تأسيس شركة عربية رائدة في مجال التعليم المستمر عن بعد. قرر فكري إغلاق شركته وبدأ في إقناع مستثمرين بفكرة المنصة الجديدة لتدخل 7 جهات استثمارية لدعم الفكرة، من بينها جهات حكومية من عدة دول بينها الإمارات ومصر فرنسا وأمريكا. واليوم بلغ حجم الاستثمارات في الشركة 50 مليون دولار، نصفها من مكاسب ألمنتر، فيما يسعى فكري لمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030. فهل ترى في المخاطرة ما يستحق؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.